حطيت في الصفحه الرسميه ديالي الناس اللي بغاو يبداو في اليوتيوب شنو هي اكثر الاسئله اللي كتضر لكم في راسكم وما لقيتوش ليها اجابه، كتبوها في التعاليق وهذه التعاليق ديالكم. كيفاش تكون عندك العزيمه على الاستمراريه لمده طويله حتى ولو المحتوى كان ضعيف في الاشهر الاولى وانتقادات كثيره؟ سي نورمال انه يكون المحتوى ضعيف، قليلين اليوتيوبرز اللي بداو بمحتوى اللي بوم تيبان كسيت كيصور في شي بلاصه اللي هي مصيبه. اغلب ديالنا كاملين بدا هكا، وانتقادات كانت كثيره والسخريه وكذا، يعني شيء عادي. ولكن كيفاش تكون عندك العزيمه؟ العزيمه هي كتكون خلال الحب ديالك لديك الحاجه. ما يمكنش تدخل اليوتيوب باش تقول لي انا شفت فلان شرا طوموبيل، شرا دار، فلانه دارت محل، دارت هادي، حتى انا داخله على ود داكشي. لا، ما كنظنش انه هنا غادي تكون العزيمه ديالك قويه. خاص العزيمه تكون قويه انك انت كتبغي تبارطاجي مع الناس داكشي اللي مثلا انت كتعيشو، كتبغي ترفع على الناس، تبغي تفيد الناس، يعني انت عندك حب ديجا لداكشي. من بعد عاد كيجيو الارباح. يعني باش تكون عندك العزيمه الاستمراريه خاصك انت تكون كتبغي ديك الحاجه. واش ضروري يكون عندي ماتيريال ميكرو كاميرا باش تكون لاشين ديالي ناجحه؟ اقسم لك بالله اختي ايمان، الى كانت عندي تقريبا قربت 400,000 ابوني وباقي كنصور بالجي 2 سامسونج، باقي عقل سامسونج اللي باقي كنصور به، كنت وصلت تقريبا ما عقلتش شحال كانت عندي 10,000 ابوني. كان عندي واحد التليفون كندبرت عليه، عطاني واحد الدري صاحبي ايفون، ما عقلتش من ايفون قديم كنت كنصور فيه، ولا رجعتو الفيديوهات غادي تلقاو الكاليتي محشره. يعني ما عمر لي انا تسوقت على القضيه الماتيريال ولادي. شوف الكونتنت اللي انت غتعطي شنو غادي تفيد الناس. انا كنت كنريح مورايتو بخضر كنهضر كنقدم نصائح صافي عادي، زين شحال بحال ممكن التليفون كنبدا نصور. اذا كنت هزيت على شي بولاص من عند واحد الدروكري كنت باقي عاقل عليه وخديتهم كريدي من عنده، دايرهم بحال موكا، خديتهم 100 درهم تانو وملصقهم في واحد الخشبه وكالس كنصور عادي وكنحط في يوتيوب، كنحط بحال موكا في يوتيوب. يعني ماشي بالضروري يكون عندك ماتيريال مجهد، غير بدا، غير توكل على الله. عارف ما غاديش تجاوب، ولكن بغينا نعرفوا شحال كتدخلوا ديال العقاصه. اسمعني غير باش نشرح لك واحد القضيه، حيت لاحظت انه اليوتيوبرز هما الناس الوحيدين في العالم كامل، نهضر حنا على بلادنا، هما الوحيدين اللي هنا اللي الناس ضرهم راسهم شحال كيدخلوا هاد الناس. ما كتسولش على الفنان مثلا اللي داك اشهار شركه ديال اتصال او لا شركه ديال جافيل ولا شي حاجه شحال غيكون صور، لا خصو يمشي لليوتيوبرز. يعني واحد اللي بحالو كيشوفو في الشارع خاص تضروا راسو شحال كيربح داك خونا. اسمعني، الارباح ديالنا كتعتمد على واحد الحاجه سميتها السي بي ام والار بي ام. شنو هما هادو؟ هما شحال ديال الناس تفرجوا في واحد الاعلان اللي كيدوز قدامك في 5 ديال الثواني. سمعني، وكل دوله، باش نشرح لكم نيشان، كل دوله عندها السي بي ام ديالها. مثلا عندك المغرب السيدي، الا تفرجوا في 1000 واحد مغربي شاف 1000 واحد الاشهار، ما تنهضرش على المشاهدات ديال الفيديو كامل، 1000 واحد شاف داك الاشهار ديال 5 الثواني كتخلص عليه 2 درهم 3 درهم، وكل واحد على حساب. كاين لي قنوات هنا مغربيه كتضرب اللغه العربيه راه كتضرب الزباب ديال الفلوس. علاش؟ حيت كيتفرجوا فيهم الناس ديال الخليج، ناس من الدول العربيه اللي السي بي ام ديالهم طالع الصاط. المغرب حنا باقا عندنا ديك العقليه ديال واحد هذوك الناس الكبار ما يفضلش انه الاعلان ديالو يحطه في يوتيوب، لا خاصو يديرو في واحد البلاكه كبيره حدا ستوب يخلص عليه 5000 درهم ولا 10000 درهم. لو لقيتي انت دايز حاضر انت عاد الضوء الخضر وقتاش شي شعل باش تزيد، انت كاع ما كدير كاع في داك الاشهار اللي تما. يعني باقا عندنا هاد العقليه هادي، كيفضل انه يتحطوا في التلفازه يخسر عليه زباله ديال الفلوس، مع العلم انه يوتيوب كتعطي خاصيه ديال انه هو يقدر يشوف شحال من واحد كليك على الاعلان ديالو شحال من واحد شافه. يعني حنا باقيين عندنا مشكل. حاجه اخرى، انا العناوين ديالي كنديرهم بالدارجه. في نظرك الخوارزميات ديال اليوتيوب فاهمه فاش كتهضر مع الدريه وكتخرج معاها تقهواو؟ كي غادي يفهم الروبو هادشي؟ شنو هما الاعلانات اللي غادي يخشي لك هو في هذا الفيديو؟ عنوان كامل بالدارجه، خاصني ندير لك انا عنوان باللغه العربيه. زيد على ذلك الارباح كتفوت من القنوات الاخرى على حساب الكاتيجوري ديالها هي، على حساب العناوين ديالها، على حساب النيش ديال الناس اللي كيتفرجوا فيها. يعني شكون هما هاد الناس اللي هما كيتفرجوا؟ حيت واحد اللي كيدير اشهار هو تيختار الناس اللي باغي هو يشوفهم. انا كيتفرجوا فيا اغلبيه الدراري الشباب، دراري صغار، عائلات كذا، كاين اللي يقولك ما يشريوش هادو، ما يدارش لي انا اشهار ديال طوموبيل،
طوموبيل علاش تيقول لك السيد هذا ما كاينش اللي غادي يشري من عندنا طوموبيل حنا درنا اشاره عنده، يعني علاش نخسروا عليه الفلوس؟ يعني كاين قنوات تختاروا باش يديروا اعلانات، ولا قلت لك مثلا انا كنربح مثلا مليون في الشهر او 30 مليون في الشهر، العدد اللي غادي نقولوا انا غيلصق عليا طول حياتي كامله، وحنا الارباح ديالنا كل شهر وكيدايره، شهر 4 كطيح، شهر 5 شويه، شهر 6 كطلع، 7 كطيح بحال موكا. اعلانات موسميه صاحبي، موسمي داكشي، راه ما يمكنش انني نقول لك، ما يمكنش انني نقول لك شحال حنا كنربحوا مثلا في كل شهر. راه كل قناه، كاين القنوات قل مني انا راه كيضربوا 8 المليون 10 المليون بلا اشارات بلا تلعبه. كيفاش جاتك دير هذا المحتوى في اليوتيوب؟ صراحه انا باقي عاقل، بديت على المحتوى ديال النصائح موتيفاسيون وكذا وداكشي، يعني على حسب التجارب ديالي اللي في الحياه، يعني اغلب ديالكم راه ما عارفش القصه ديالي، كاين اللي كيحسبوا باق دوكا او هاد بوكيمون كيفاش تولات عنده 3 مليون ابوني، يعني ما عارفش هو الماضي ديالك، ما عارفش هو الساس ديالك انت كيفاش جيتي، شنو الحوايج اللي دازو عليك، وادي وادي وادي، يعني الناس القدام هما اللي عارفين داكشي. كيفاش جاتني؟ بقيت غادي، بقيت غادي صافي. من النصائح انتقلنا للترفيه، وحنا باقيين في الترفيه، ما عرفتش شويه نقدر نولي صحافي انا كاع، وما عرفتش حتى المحتوى اللي غندير ما عرفتوش. هنا شوف، بزاف ديال الناس كيكون باغي يبدا قناه وكذا وكتلقاه مرون ما عارف شنو غادي يدير. شوف، ما كاين محسن من العائله والاصدقاء ديالكم اللي غادي يعطيوك نصيحه، ولكن ما كنهضرش على الاصدقاء كاملين حيت راه حتى شي واحد ما بغيت الخير، والوالدين بعض المرات يقدروا يقول لك لا انت راه هادشي غتخربين. سمعني، الا كنتي انت معروف في صحابك، انا نعطيك واحد ليكزومبل بسيط، ما كنتي معروف في صحابك انك انت واللي كتجيب الاخبار الرياضيه، الفرقه الفلانيه اشرات خونا فلان، دريك يجيو يسولوك على الكره وكذا، دير قناه اخباريه ديال الرياضه، فهمتي؟ ولا دير قناه اخباريه. الا كنتي عندك مع التبركيك دير رد على، الا كنتي انت هو اللي كتنشط صحابك دير قناه ترفيهيه، فهمتي؟ دير قناه ترفيهيه. كنتي انت كترياكتي بواحد الطريقه اللي كتضحك وكذا وهادي، دير قناه ديال الرياكشن، عطى الله ما يدار، عطى الله ما يدار. كنتي كتعرف تكتب دي سكريبت دي سكيتشات وكذا وهادي وهادي، دير البودكاست، دير ما نقدرش نقول لك افلام قصيره، حيت المشكله انه حنا خدينا واحد النظره خايبه على الافلام القصيره عندنا غير هنا في المغرب، فهمتي؟ غير هنا في المغرب، اما هما كاين افلام قصيره اللي كتفرج فيهم وكتنوض كتصفق، يعني كتلقى افكار واعره، يعني توكل على الله، يعني صحابك شوف الحاجه اللي انت كتعرف ديرها، توكل على الله وبدا. شنو هو المجال المسيطر دابا على اليوتيوب؟ شوف، الا بغيتي تعرف المجال المسيطر كتدخل ديما للطوندونس. المجال المسيطر حاليا كيبان ليا هو ديال الحياه الشخصيه ديال لي كوبل، الحياه الشخصيه ديال لي كوبل. مثلا انا طلقت مثلا من راجلي، انا خرجت نتعشى مع طليقي، انا دخلوا عندي الدار، جات عندي عقوسي، فهمتي؟ لاحظت انه بزاف ديال هذا المحتوى هو اللي طالع، يعني حنا اصلا عندنا ديك الثقافه ديال التبركيك. انا نعطيك واحد المثال، كتكون انت خارج في الحومه كتسمع الصداع مدابزه، شنو كدير؟ نورمالمون خاصك تدخل بحالك، لا حنا كنمشيو نطلو شكون مضارب او شنو ندير، كنبغيو نبردو على راسنا. نقدر نكون كنعرفو زعما، كنتي كتعرفو غتدخل تفك، انت غتشفى فيه، فهمتي؟ غتشفى فيه ولا تقول ليه لعن الشيطان لعن الشيطان باش تشوف شنو واقع. علاش؟ حيت حنا عزيز علينا التبركيك، يعني المجال المسيطر دابا في يوتيوب في المغرب هو التبركيك. التبركيك، الناس كيبارطاجيو الحياه ديالهم الشخصيه، الناس خاصهم يبركو للاسف. انا 3 سنين وكثر ومازال يلاه 2000 مشترك، حيت الدعم ما لقيتوش، واخا كندير محتوى زوين اللي هو الرسم، صافي ما بقيتش كنخدم على هذيك القناه. اوكي، 3 سنين وكثر ويلاه 2000 مشترك، هنا خاصك تطرح السؤال، علاش؟ علاش كاين غير 2000 مشترك؟ غادي تقول شي حاجه انا كنديرها ماشي هي هذيك. سمعني نقولك واحد القضيه، حنا كنعرفوا مجال الرسم اللي هو واحد المجال زوين، والغالبيه ديالنا ديما كيدخل فيديو ديال الرسم تيمشي حتى للاخر باش يعرف الغزيلطه كي دايره. الا انت كنتي كترسم كاي انسان عادي، راك ما درتي حتى شي اضافه، راك ما عطيتينا حتى شي اضافه. الا كنتي انت كترسم وكترفه عليا اولا كتعاود لي واحد القصه اللي تخليني انني انا نجلس نتفرج، كنت متاكد انهم في 3 سنين كنت على الاقل ضربتي اكثر من 300 الف ابوني. يعني هنا خاصك تطرح تساؤل، علاش لي زابوني ما كيتزادوش؟ يعني راه كاين خلل
في القناه كاين خلل فيك انت، علاش الناس ما كيتابوناوش عندك، علاش الناس ما كيتفرجوش فيك، خاصك انت تصلح المحتوى ديالك. حاول تجلس مع نفسك، ماشي تبقى تقول دعمني ولا اعطيني ولا دير لي ولا بارطاجي لي وكذا وهادي، يعني انت تحاول انك انت تبزز راسك على الناس. راه مستحيل انك انت تبزز راسك على الناس، خدمتك هي اللي كتبزز راسك على الناس. منين كتجيبوا الثقه، منين كتجيبوا الثقه في نفسك باش كتهضروا؟ مش غتجاوب خبار. كاينين الناس اقسم لك بالله تشوف فيهم بحال مكمر كاميرا تقولي واو هذا راه يحطوه في البرلمان ولا كذا ولا هذه مصيبه كايا، وباش تلقى به في الزنقه تلقى ثقه في قف ما بقاش يهضر. علاش؟ هذيك كتكون العلاقه ديالو مع الكاميرا، العلاقه ديالو مع الكاميرا، يعني مع داك العالم في الكاميرا. كل واحد وكيفاش مرتبط مع الكاميرا ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر في الكاميرا ديالو. انا ملي كنهضر مع الكاميرا ديالي بحال هكا كنتخيل راسي انا كنهضر مع صحابي، جالس مع صحابي في الدرب في القهوه كنضحك معاهم كنحرش معاهم، لدرجه انه انا بكثره ما بقيت كنتعامل هكا كنتلاقى مع ناس متبعين القناه كيحسوا بحال اللي هما عشراني. علاش؟ حيت انا كنهضر هكا، كنهضر هكا، كنحسب الكاميرا صديق، صديق ديالي، صديق مريح قدامي انا جالس كنهضر معاه. هذه كيفاش ما نسميهاش انا ثقه في النفس، ولكن هي واحد الطريقه كتسالك انك تهضر انت بواحد الطريقه اللي شويه متلوقه وما تكونش شويه مكنزز ولا هادي ولا هادي. كاين اللي عنده الدهشيره، كاين اللي كيشوف في الكاميرا كيتخلع، شنو كيقول؟ كيشوف في الكاميرا كيحسبه بحال اللي مريح مركب محمد الخامس و 100000 ديال البشر كلهم واقفين كيتفرجوا فيه في ديك الساعه، تيقول على التيدوخ وتنسى انه هو اللي متحكم سيتياسيون، يعني هو راه يقدر يدخل يمونطي يقطع لقطه ما عجباتوش، هاد اللقطه نقيتها كنخربق بحال اللي كنخربق دابا انايا نقطعها وصافي دايزا واش فهمتي. على الثقه في النفس ما نقدرش نعطيك شي نصيحه، حيت هذيك كتعتمد عليك انت اولا انت، يعني انت اللي عندك الحل انك انت تبني ثقه في النفس ديالك، تعبر على داك الشيء الداخل ديالك وتكون سبونطاني ما تكونش مصطنع، يعني تكون انسان طبيعي تعامل كيف ما كتعامل مع داركم مع اصحابك مع كذا مع المجتمع كامل، ماشي تجي تعطينا واحد الصوره اللي هي مثاليه بزاف وغادي تجيبها في راسك. ما هو نوع الفيديوهات اللي تلقى رواج لدى مختلف فئات العمريه؟ ما نقدرش نجاوبك حيت انا براسي ما عارفش، فهمتي ما عارفش. انا كنت عارف كوراني مسيطر، كوراني انا خاربه، ولكن كنظن انه الفيديوهات الكوميديه، فيديوهات الكوميديا هي اللي كتلقى رواج بزاف. و الفئات العمريه دابا دابا الدراري الصغار كيبغيو الجيمين، الشباب كيبغيو الترفيه والضحك وكذا، الناس الكبار شويه مزوجين تيبغيو التبرقي، الناس الكبار تيبغيو الاخبار، يعني ما يمكنش، صعيب انك تجمع كل شيء. دير قضيه، شوف لعب جو اسمع، وفي جو عاود نكته، وفي نكته هضر على شي شي شي, شي لعيبه عندك خصوصيه، وانت لعاب هضر على شنو واقع في كراكات. انت جمعتيهم كاملين في فيديو، علاش بحالكم ما كيدعموناش وكتلعبوها مع بعضكم؟ غادي نقصوا لكم مشاهدات مثلا طز. وعلاش بحالك انت ما كيعريش على كتافو يخدم ويبارك من السعايه؟ هذه مشكله الاخوان. دابا هذا دار ديك القضيه ديال مثلا قتل الروح وقال لكم نتوما السبب حيت عصبتوني، وقتل الروح وقال لكم نتوما السبب حيت عصبتوني، يعني هو مثلا المحتوى ديالو ما نجحش وتيسبها في يوتيوبرز اللي تقاتلوا على المحتوى ديالهم وقنواتهم كبيره حيت ما دعموش وما بارطاجاوش. نتحداك تجيب لي شي فيديو ديالي ولا شي كومونتير ديالي طالب شي واحد اني قلت ليه بارطاجي لي فيديو ديالي. هذه انا 3 سنين انا في يوتيوب، 3 سنين انا في يوتيوب نتحداك انك تجيبه. دابا كيحسابك انك انت دابا جا جمال الفا من السما تحط ابونا عنده 3 مليون، واو، يعني جمال راه مستحيل يكون بدا من زيرو ابوني، كاملين بدينا من زيرو ابوني، ولكن كل واحد وكيفاش كيعتمد. ما تبقاش تسبب الفشل ديالك بسبب نجاح ناس اخرين او ناس، انت فرض راسك، انت فرض راسك على البلاتفورم، فرض راسك بالكونتوني ديالك بالمحتوى ديالك، ماشي ما تدعموناش. بحال وحده مثلا كدير الخياطه جاي عندي جمال بارطاجي لي الفيديو، تنقول لها الشريفه راه عندي دراري شباب، عندي دراري صغار، عندي دراري ما مهتمينش بداك الكونتنت ديالك، قالك لا ما كتبغيوش تدعمونا وكذا وهادي وهادي، وبدات كتسب. يعني هنا مشكل، واحد تعتمد على الاخر وباقي ما باغيش يعتمد على راسو. اعتمد على راسك، اعتمد على راسك، انت فرض راسك على البلاتفورم، قول انا كاين بخدمتي
خدمتي ماشي دير فيديو ولا جوج وتجي تبقى تبكي في القنوات الاخرين ما كتبغيوش تدعمونا كتلعبوها مع بعضياتكم. راه لا يعقل كتهتمدوا يوتيوب باش تظهر الفيديوهات ديالك في المقترحات. جوج معايير، جوج معايير. والمشكل انه اغلب يوتيوبرز ما عارفينوش وقت المشاهده. كيفاش وقت المشاهده؟ هو انا مثلا حطيت فيديو فيه 10 دقائق تفرجوا فيه الناس تقريبا 8 ديال الدقائق. ملي كتفرج فيه 8 دقائق ولا 9 دقائق يعني قربتي تسالي كامل، تقول يوتيوب بوم هذا الفيديو هذا الناس كيجلسوا يتفرجوا فيه، راه نقترحوا على الناس الاخرين. ثاني معيار شنو هو؟ هو الكليك تو ريت. كليك تو ريت شنو هي؟ يعني شحال من واحد كليكا على المينياتور ديالك. ان فوا حطيتي مينياتور كدا هادي الناس تيكليكيو طق 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 طق، يعني واخا تقترحهم على الناس الناس تيكليكيو تما فين كيطلع الفيديو ديالك. يعني الا جمعتي هاد الجوج هذا عرف راسك راه كلشي مستر بيست. قناه ولكن كيحذفوا لي الاشتراكات وساعات المشاهده. ما شوف بالنسبه للاشتراكات، الاشتراكات بعض المرات كيحيدوا المشتركين ديال الشريك لي الشريك لك وكذا، كيكونوا اغلبيه حسابات وهميه يعني غير نشيطه في يوتيوب، كل مره في الشهر كيحيدوا من يوتيوب. بالنسبه لساعات المشاهده هذاك الشيء كينقص. مثلا انت ساعات مشاهده سجلتيهم من شهر 1 حتى لشهر 12، اسمعني شهر واحد دوك ساعات مشاهدة سجلتي، ملي دخلنا حنا في شهر واحد الجاي كيتحيد هاد شهر واحد كتولي في شهر جوج، فهمتيني؟ يعني ديما حنا كنلعبو على 12 شهر، أي حاجة سجلتيها خارجة على ديوغي ديال 12 شهر صافي كتحذف. هذا هو المشكل ديال ساعات ديال المشاهدة اللي كيتحذفو. محتوى الألعاب الإلكترونية، بغيت شي نصيحة الله يرحم الوالدين. أوكي، أهم نصيحة هو أنه أنت خاصك تخليني أنني أنا نكمل معاك الفيديو وتنشطني. انا عطيك واحد المثال، انت كتلعب في البلاي ديال الحومه، لعب مع العشرين ديالك وكذا وعاصر معاهم وهادي وهادي، انت عاجيتي جالس كتفرج واحد البقيت تقول لي عطيني اللعب عطيني اللعب عطيني اللعب اللعب الكدبيلات، يعني هاد الكلمات كتسمعها بزاف. يعني راه ما يمكنش انا نتفرج فيك وانت لعاب، انت غير لعاب، غنخرج بحالي. خاصك انت ترفه عليا، خاصك انت تعاود لي شي قصه، خاصك انت تخليني انا جالس في الفيديو، يعني العيبات ديال المونتاج شي لعيبه كذا. المهم خاصني انا ندوز معاك وقيت زوين، ماشي انت لعاب ساقل غنخرج. فهمتي؟ اهم نصيحه حاول ترفع على الناس، حاول تعطي الناس شي حاجه في الفيديو ديالك. اول مره غادي تبدا، اول مره كتبغي تبدا كتقول غيبداو يضحكوا عليا، اول حاجه كطيح لك في البال. يا اخويا راه ضحكوا لي في وجهي، ضحكوا لي انا في وجهي، عائله اصدقاء كذا كلشي ضحك عليا، كلشي ضحك عليا بالاخص الفيديوهات ديالي القديمه. راه كنشوف دابا كنموت بالضحك على راسي ولكن كنفتخر براسي. اسمعني نقولك واحد القضيه، في اي مجال كيف ما كان اي حاجه غتبدا ضروري 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 من انتقاد، ضروري من بلادهم غيضحك عليك. كتبقى مساله واحده، واش انت تقدر تكمل؟ واش انت عندك السوفل باش تكمل؟ واش انت عندك الحب والشغف باش توصل وتكمل؟ اما الضحك راه غيضحكوا غيضحكوا، ولكن كون اكيد اقسم لك بالله من بعد والله غادي ينوضوا غيصفقوا. المهم الاخوان سالينا الاسئله، هذه بعض الاسئله ديالكم، يعني ما يمكنش ندوزوا كاع الاسئله، ما غاديش نساليو هذا الفيديو. اللي عنده شي تساؤل اخر الاخوان يكتبوه في التعاليق ونجاوبوا عليه ان شاء الله في فيديوهات قادمه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.